بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة القيام مع القدرة، وبعض الناس ممكن يتهاون في ده في الصلاة، سواء كان في الفريضة أو النافلة، لأن معروف أن من أركان الصلاة القيام للمستطيع أو القيام مع القدرة. بمعنى أنا بدأت صلاتي الله أكبر، وبدأت أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خلصت الفاتحة وبقرأ بعد الفاتحة سورة مثلا، قل هو الله أحد الله الصمد. لو أنا أقدر أبدأ صلاتي أو يعني أقوم في صلاتي وأقرأ الفاتحة وأقرأ السورة التي بعد الفاتحة قائما، يبقى لو أنا بدأت صلاتي بدون القيام صلاتي غير صحيحة. ده في صلاة الفريضة. بمعنى أنا أقدر أقف أصلي كده، لكن أنا في حالة الركوع والسجود لا، أنا لازم أقعد كده. تمام؟ طيب أنا في الركوع والسجود أنا بقعد، لكن أنا في القيام بقدر أقف بس ما وقفتش، قلت الله أكبر وصليت كده. هذه في صلاة الفريضة صلاة غير صحيح. لماذا؟ لأن من أركان الصلاة القيام للقادر أو للمستطيع. أنا أقدر أقف كده، طالما أنا أقدر أقف وأقرأ الفاتحة والصورة التي بعد الفاتحة قائماً، أنا أقدر على ده، يبقى لازم أعمل ده، لأن ده ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة. طب أنا ما عملتش في صلاة الفريضة، صلاتي غير صحيحة. الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمران بن حصين قال له يا رسول الله إن بي بواسير، قال له صلي قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. تمام؟ طيب أنا ببدأ صلاتي وأنا واقف وأقدر أعمل كده، وقرأت الفاتحة وقرأت السورة، بس أنا ما أقدرش أركع، أنا عندي حاجة في ضهري، عندي انزلاق غضروفي، عندي فقرات، عندي كذا، عندي، ما أقدرش أعمل كده. خلاص؟ يبقى أنا ما أقدرش أعمل كده. تمام؟ ولا أقدر أسجد، ممكن في السجود برضو عنده خشونة في الركبة، ما أقدرش أنزل برجلية، ما أقدرش، عندي دوار فبيجيلي دوخة وما استحملش. خلاص، يبقى أنا أبدأ صلاتي واقفا عادي خالص، لكن عند الركوع ما أقدرش أعمل كده، ممكن أجي أعمل كده. تمام؟ ومين عند السجود بقى يكون سجودي أقرب، يعني مثلا إذا كنت بركع كده لا السجود كده. تمام كده يا جماعة؟ طيب أنا بقى خلصت الركوع وخلصت السجود وخلصت الجلسة بين السجدتين وكمان السجدة الثانية، يبقى أضاف ليه؟ للركعة الثانية وأقرأ، لأن القيام ركن ده في صلاة الفريضة. لو أنا أقدر أقف يبقى لازم أقف. خلاص كده؟ طيب في صلاة النافلة لو أنا ما عملتش ده أنا أقدر إيه؟ أقف بس ما وقفتش. قالوا صلاته في النافلة صحيحة لكن له نصف الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، أي في النافلة. ملخص الكلام ده، أقدر أقف وأبدأ صلاتي واقف، يبقى يلزمك أن تبدأ صلاتك واقفا. طيب أنا ما أقدرش أركع ولا أسجد، ممكن في حالة العذر أو العجز في الركن اللي أنا ما أقدرش أقف فيه، يبقى أنا إيه؟ أقعد فيه، لكن ما خليش صلاتي كلها وأنا قاعد، ما دمت أستطيع أن أصلي واقفا في ركن من الأركان فيلزمني أن أبدأ صلاتي واقفا أو قائما. يبقى في الفرض أنا ما أقدرش أقف، فيجوز لي ان انا اقعد، لو انا ما حد ما يقدرش خالص كده خلاص هيبدا وهو قاعد، طب انا اقدر اقف كده ولو حتى بمقدار الفاتحه، وخلاص بعد الفاتحه ما بقدرش اكمل صلاتي وانا قاعد، انا اقدر بالفاتحه واقدر اعمل كل حاجه ما عدا الركوع والسجود، يبقى خلاص هعمل كده كويس كده، وعنده الركوع والسجود ايه؟ هقعد. طيب لو انا وانا قادر ان انا اصلي وانا واقف بس ما صليتش وانا واقف، في الفريضه صلاتك غير صحيحه، في النافله صلاتك صحيحه لكن لك نصف الأجر. دي مسألة فقهية مهمة أحبابنا نشير إليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم آمين. أشوفكم على خير. سلام الله عليكم ورحمة الله.